السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد دائما على قناتنا وقناتكم تخفيضات سارة، وكيعودناكم دائما على الجديد. رجعنا لكم اليوم بفيديو ديال سلعه كامله من تركيا، الفيديو اللي كيحبوه الجميع. الوغ بلا ما نطول عليكم اكثر، نبداو بلا فيديو. وسلعه كامله بخمسة دراهم ومن تركيا. الوغ اول حاجه كنقترح عليكم اليوم هما هاد لي بواط هادو. الوغ بالنسبه لهاد لي بواط كيدار فيهم سوا سلوفان ولا بابي الومنيوم ولا بابي سلفوريزي، ورق ديال الطبخ. كيجيو فيها ثلاثه ديال الالوان، كاين هاد اللون هذا هاد الطوب، كاين هاد اللون هذا الغوز، وكاين كذلك هاد اللون هذا الازرق. الوغ بالنسبه لهذا صنع تركي كيف كتشوفوا، والثمن ديالها 5 دراهم. كيجي فيها هنايا بحال المنشار، وبواط كتحل كتحل كديروا داخل الورق ديالكم وكتسدوها وكتبقى كتسهل الاستعمال. نكملوا، كاين كذلك هاد القراعي هادو ديال العطريه، كيجيو زاج من الداخل ومغلفين، يعني ما تخافوش عليهم هكا مثلا لا طاحوا ولا شي حاجه. وكيجيو فيهم اربعه ديال الالوان، كاين فهاد الاحمر هذا بحال الكغونا، شيبي، الغوز، وكذلك الموف، حتى هما صنع تركي وبخمسة دراهم. كاين هاد لي بواط هادو، كاين هاد الشكل هذا، حتى هما كيف كتشوفوا صنع تركي. كاين هاد الشكل هذا ديال التفاحه، كاين هاد الشكل هذا ديال الحامضه، وكاين كذلك هاد الشكل هذا ديال البصله او الثومه. الوغ بالنسبه لهاد لي بواط متعددي الاستعمالات، تقدروا سوا تخزنوا فيهم شي حاجه في الثلاجه ديالكم، ولا كاين اللي كيدير فيهم مثلا الملحه، كاين اللي كيدير فيهم الثومه، وكل واحد على حسب الاحتياجات ديالو. كاين اللي كيدير فيها حتى الماكله للاطفال ديالو، كتشجع على الاكل. نكملوا، كاين كذلك هاد لي بواط هادو. الوغ رجعوا من جديد هاد لي بواط للمحل، باردون. الوغ فوالا كيف كتشوفوا حتى هما صنع تركي، ولا كاليتي ديالهم فريمون مزيانه بزاف. الوغ بالنسبه لهاد لي بواط كيتحلوا من هنايا، كتقدروا الا حطيتوا شي حاجه يعني سهل الاستعمال كتقدروا تخويو غير بحال هكا، وهذه كفيها بحال واحد الفران هنايا، يعني كلا لاحظتوا ملي كنخوي بحال هكا ما كيعاودش كيهبط هاد الغلاقه ديالها، وكتحل كذلك هكا الغلاقه كامله الا بغيتوا تعمروها. الوغ بالنسبه لهاد البواط هذه بقى فيها غير هاد اللون، كانوا عندنا قبل في الالوان كاملين، ولكن هاد المره جات غير في هاد اللون هذا الازرق. كاين كذلك هاد الكؤوس، حتى هما ديال لا مارك ستيلو، هادو كؤوس بلاستيكيه، كيجيو ثلاثة سواء الماء والعصير او الاطفال، كيجيو ثلاثة بخمسة دراهم. الوغ بالنسبه لهادشي كامل اللي ذكرت قبل كله بخمسة دراهم. ولا كيف كتشوفوا ثلاثة ديال الكؤوس بخمسة دراهم. كاين كذلك هاد المنظمات هادو، رجعوا جاو عاوتاني للقناه، كيجيو بالغطايه ديالهم، فوالا كيف كتشوفوا، وكاينين في الوان متعدده، كاين في الغوز، كاين في الموف، في الشيبي، الغوز، وكذلك الابيض، وكيتسدو مزيان، كيجي من هنا عندهم في الجنب هاد اليد ديالهم. نكملوا، كذلك كاين هاد العصاره هادي ديال الحامض. الوغ بالنسبه لهادي كتقبطوا بحال هكا العصاره، كديروا هنايا الحامض ديالكم او البرتقال، وكتخوي او ميم طون. هادي عمليه بزاف بالنسبه للطبخ، كتقدروا كتسهل الاستعمال وكتسهل العصير ديال الحامض. كيجيو بالنسبه لهادي كيجيو فيها الوان متعدده، كاين هاد الكغونا، كاين كذلك هاد الغوز بارد، وكاين كذلك هاد البلون كاسي. واش كتشوفوا الحجم ديالها مقارنه مع اليد ديالي. كاين كذلك هاد لي بواط هادو. الوغ بالنسبه لهاد لي بواط كيجيو فيهم جوج ديال الاشكال، حتى هادو حتى هما كيف كتشوفوا صنع تركي. كاين هاد الشكل هذا اللي كيجي فيها كبحال مزوق في الجناب، كاين فيه هاد الالوان، كيجيو فيه حتى دي موتيف مختلفين هكا من الفوق. وكاين كذلك هاد الشكل هذا اللي سامبل ديال لا مارك ستيلو كيف كتشوفوا، هما نفس الحجم ولكن كيجيو فيهم اشكال متعدده. كاين هاد الشكل هذا كيجيو فيه كل شكل كيجيو فيه الوان متعدده، فوالا حتى هو سامبل من الجناب، وبجوجهم بنفس الثمن 5 دراهم. الاذواق كتختلف، ونزولا عن الطلب ديالكم وارضاء لجميع الاذواق ديال الزبناء ديالنا كنجيبوا جميع الاشكال. كاين كذلك هاد المهارز،
الوغ هاد المهارز حتى هما بخمسة دراهم كتبقى كيسهلوا الاستعمال بحال مثلا الشرمولات الربيع الثومه اي حاجه عندكم سهل الاستعمال وعملي وكذلك خفيف. بالنسبه لهذا كيجيو فيه جوج ديال الالوان كاين هاد الغوز وكاين كذلك هاد اللون هذا الشيبي وبالنسبه للثمن ديالو حتى هو بخمسة دراهم. كاين كذلك هاد الابواق هادو حتى هما ديال مارك ستيلو كيجي فيها هاد البوق مع سبعه ديال الريوس واحد فوالا كيف كتشوفوا كيكون لاصق فيه وسته اخرين. بالنسبه لهادو لا كريم ولا اي حاجه عندكم هكا في بغيتو تخدموا جيب الحلواني ليها الوغ هادو كيجيو عمليين بزاف. كانوا عندنا كذلك حتى ديال اللي كيجي فيهم هنايا بحال ليبرا وكيجيو فيها جوج ديال الالوان كاين الشيبي وكاين الغوز وهما كذلك بنفس الثمن. كاين كذلك هاد المنظمات هادو حتى هما منظمات تركيه الجديد الو بالنسبه لهادو كيجيو الشكل ديالهم داير كيجيو فيهم اربعه ديال الالوان كاين الغوز كاين الموف كاين الابيض وكذلك الرمادي فوالا كيف كيجي الشكل ديالهم كيجي فيهم هنايا هاد الموتيف ديال باغي فوالا ها هو الحجم ديالها مقارنه مع اليد ديالي. كاينين كذلك حتى الشكل المستطيل تقدروا تشوفوه في باقي الفيديوهات على القناه كاين شكل المستطيل الصغير وكاين شكل المستطيل الكبير. الوغ بالنسبه لهذا جا دابا حتى الشكل الداير في الحجم الصغير وحتى هو كذلك بخمسة دراهم فقط. كاين كذلك هاد لي بواط كيف كتشوفوا حتى هما صنع تركي. الوغ بالنسبه لهاد لي بواط هما ماشي زاج كيجيو في واحد البلاستيك كيشبه الزاج صحيين بي بي 5 كتقدروا تدخلوا فيهم الماكله الميكرووند وكتدخلهم كذلك لا ماشينا لافي كيف كتشوفوا وكتدخلهم كذلك للفريغو كيهزوا 700 ml. كيجي فيهم هذا الشكل هذا المستطيل وكيجي فيهم هذا الشكل الداير. وبالنسبه للغلاق ديالهم كاينين في جميع الالوان كاين في الغوز كاين في الشيبي كاين في هاد الالوان هادو كاين كيجيو فيهم الوان متعدده. كاين كذلك هاد المنظمات هادو الوغ بالنسبه لهادو كيتعلقوا هكا في لافابو كيف كتشوفوا عندهم هنا بحال واحد السنسله هكا كتسد كيتعلقوا في لافابو وملي كتسالي هكا الغسيل ديال الاواني ديالك كتقدري تخلي فيهم هنايا الحلفه كتخلي واحد الشكل اللي هو راقي ومنظم للمطبخ. كيجي فيها هاد الالوان كاين هاد الكغي كاين الشيبي وكاين كذلك الغوز والثمن ديالها 5 دراهم. كاين كذلك هاد الموس هذا هاد المنشار الوغ بالنسبه لهادي كيجي فيها هاد المنشار هذا طويل وكاين كذلك هاد بحال البالا هكا اللي كتقدروا تهزوا بها مثلا هكا الكعك ديالكم او لي تارت كتقطعوا بها وكتهزوا بها كيجيو هادو بزوج و بخمسة دراهم فقط. الوغ بالنسبه لهادي مخفضه كان نورمالمون الثمن ديالها اكثر وعند محلكم تخفيضات ترى بخمسة دراهم فقط. الوغ كيجي فيها جوج ديال الالوان كاين فيها هاد اللون هذا الغوز وكاين كذلك هاد اللون الشيبي. نكملوا كاين كذلك هاد العلاقات الوغ بالنسبه لهادو كيتعلقوا هكا بحال مثلا في البوطاجي ديالكم في لي بلاكار كتعلقوهم هكا وكتقدروا تسدوا الباب وكتقدروا تعلقوا فيهم الفوط ديالكم والمناديل ديال الطبخ كيف كتلاحظوا كيجيو عمليين بزاف وحتى هما كذلك بنفس الثمن بخمسة دراهم فقط. كاين كذلك هاد لي بلاطو فوالا كيف كتشوفوا كيجيو فيهم بزاف ديال الالوان كاين فيهم هاد الغوز كاين الشيبي كيجيو فيهم بزاف ديال لي موتيف انا حطيت لكم هنايا كلكو زيكزامبل. وبالنسبه للماتيغ ديالهم قاصح يعني ما تخافوش الا درتو فيهم شي حاجه يعني ماشي داك النوع اللي كيبقى فحال كيلعب هكا ملي كدير فيه شي حاجه ثقيله وحتى هما بنفس الثمن. كاين كذلك هاد المنظمات هادو كيجيو فيهم هاد الالوان كاين فيهم الصومو كاين فيهم الغوز وكذلك الشيبي الوغ فوالا كيف كيجيو كيجي الحجم ديالهم فريمون كبير
كيهزو مزيان كاين اللي كيديرهم في سوا لي بلاكار سوا هكا فوق الكوافوز تنظموا فيهم داكشي اللي عندكم، ولكن كذلك كيستعملوهم حتى في الثلاجات كيجيو فيهم الوان متعدده وكيخليو شكل راقي. وكاين اللي لاحظت كذلك كيديروا هكا بحال دي كروشي هكا في البيبان ديال لي بلاكار من الداخل، كيديروا دي كروشي وكيعلقوهم بحال هكا، يعني الا عندكم شي حاجه بغيتو تعلقوها كديروها هكا في الباب من الداخل، منها كتستغلوا المساحه ومنها كذلك كتعطي شكل زوين. بالنسبه لهاد الفكره اللي قلت لكم كاين اللي كيديرها في هاد المنظمات بحال هاد الشكل، وكاين اللي كيديرها كذلك في هاد المنظمات هادو. الوغ بالنسبه لهادو الناس اللي ما عندهمش مساحه كبيره كيف كتشوفوا كيجيو هكا شويه رقاقين، الاخرين كيجيو شويه عراض وكيجيو فيهم حتى هما الوان متعدده. هادو كاين اللي كيدير فيهم الورد، كاين اللي كيدير فيهم هكا كيف ذكرت كينظم فيهم شي حاجه، وكاين اللي كيعلقهم هكا في لي بلاكار من الداخل كيهزو مزيان حتى هما، وكيجيو فيهم جوج ديال الالوان كاين في الاخضر وفي الغوز، وحتى هما كذلك بنفس الثمن بخمسة دراهم. كملوا كاين كذلك هادو اللي وصلنا عليهم الناس بزاف. الوغ بالنسبه لهاد لي تابي كاين اللي كيديرهم هكا تحت الملاعق منها كينشفوا وكذلك ما كيخليهمش انهم يبقاو يزلقوا، كاين اللي كيديرها كيف كتلاحظوا هكا تحت الزرابي، كاين اللي كيديرها هكا في الطوموبيل، كي عمليين بزاف وكيسمحوا انه الحاجه ما كتبقاش بحال مثلا اللي كنتو كتحطوا شي حاجه في لي تيغوا وكل مره فين ما كتحلو كتبقى ما كيبقاوش منظمين، ملي كتفرشوا بحال هذا الشكل هذا كيخلي كل حاجه في بلاصتها وما كيخليش داكشي كيبقى كيتزعزع. وكذلك كاين اللي كيحط عليها حتى الاواني وداكشي كيتسقطرو، فكيف كتشوفوا راهم غاديين شويه كيجيو هكا بحال البونج، وكيجيو فيهم الوان اللي هما متعددين، كاين هذا اللون هذا الكرونا، كاين كذلك هذا البلون كاسي، كاين بلو مارين، كاين المارون، كاين كذلك الغري، كاين كذلك هادو اللي كيخدموا بهم الناس هكا مثلا سواء في البوري ديال البطاطا كتمسو بهم بطاطا ولا الزعلوك، كيجي فيهم هاد اللون هذا الغوز حتى هما ديال لا مارك ستيلو، هادو كيجيو شكل ديالهم بلاستيكي وكيسهلوا العمليه ديال هكا اللي كيبغي هكا مثلا يمشي حاجه هكا ولا الدراري الصغار مثلا، وكيجيو حتى هما بنفس الثمن 5 دراهم. نكملوا كاين كذلك هاد الشموع، الوغ بالنسبه لهاد الشموع هادو شموع ديال الريحه كيجيو فيهم دي سونتور مختلفين، كاين هذا ديال الفريز، كاين هذا كذلك ديال البحر، كاين هادو ديال الورد، وكاين كذلك ديال الخزامه. الوغ بالنسبه لهادو دايرين فيهم دابا بروموسيون عندنا في المحل، نورمالمون هاد لي باك كانوا غاليين كانوا كيديروا 10 دراهم اكثر، دابا عند محلكم تخفيضات ساره ب 5 دراهم فقط. الوغ بالنسبه لهادو كيجي فيهم 10 ديال الشموع، ولكن كتلاحظوا 10 ديال الشموع ب بروايح اللي هما مختلفين ملي كتلقاهم كيطلقوا الريحه، و 10 ديال الشموع ب 5 دراهم فقط. كاين كذلك هاد لي بلاطو حتى هما صنع تركي، كاين فيهم فوالا كيف كتشوفوا الحجم ديالهم مقارنه مع اليد ديالي، كيجيو فيهم الوان مختلفين، كاين الازرق، كاين الغري، كاين كذلك الغوز، كيجيو فيهم الوان اللي هما متعدده وحتى هما كذلك بنفس الثمن 5 دراهم فقط. كاين هاد الصفايات هادو اللي كيداروا هكا سواء في لافابو ولا فحال هكا مثلا عزكم الله كتاكا شي مجرى ديال الماء ولا في لاكور كتكون هذيك المجرى ديال الماء كتخلي واحد المنظر اللي هو ما زوينش، ولا مثلا في الحمام هذيك المجرى ديال الماء كتخلي واحد المنظر اللي هو ما زوينش بزاف. الوغ كيدار لهم هاد النجمات كيجيو فيهم 5 ديال لي فونتوز من هنا في الجوانب باش ما كيسمحوش انها تزلق، وفي نفس الوقت ما كتخليش شي حاجه دوز لكم لافابو ديالكم وكتعطي شكل اللي هو زوين. فراه كيف كتشوفوا ما كتخليش شي حاجه دوز وكتعطي شكل اللي هو زوين، وحتى هما بنفس الثمن كذلك ب 5 دراهم. كاين كذلك هاد الدواز هذا، الوغ هاد الدواز كيجي معاه هاد الراس هذا اللي هو طويل، وكيف كتشوفوا كتقدروا هكا مثلا تدوروا الا كتبغوا تكبوا شي حاجه. كاين كذلك اللي كيستعمل حتى الطوموبيل مثلا اللي كيبغيو يديروا فيها المازوت ولا شي حاجه، عندهم استعمالات متعدده وحتى هما بنفس الثمن، كيجي فيها جوج ديال الالوان، كاين هذا اللون هذا الغوز وكاين هذا اللون هذا الشيبي او غري. وراه كيف كتشوفوا الحجم ديالهم كيجي فريمون كبير
وكذلك بخمسة دراهم فقط. الو نتمنى انه هاد لا فيديو تكون عجبتكم واني ما كنتش طولت عليكم بزاف. كنضرب لكم موعد في الفيديو القادم، ولا عجبتكم هاد لا فيديو ما تنساوش انكم تخليو اكبر عدد من اللايكات للتشجيع وتابوناو في القناه، والى الفيديو المقبل باذن الله. الى اللقاء.